دلوقتي وصفة سهلة مع نورة السادات على انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي. صباح الخير عليكم، انا نورة السادات معاكم على انرجي 92.1 في حلقة جديدة من وصفة سهلة. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة الشركسية وسبرينج رولز بالشوكولاتة. نبدأ بأول وصفة معانا وهي السبرينج رولز بالشوكولاتة، ونقول المقادير. هنجيب عجينة السبرينج رولز، 6 معالق صغيرة شوكولاتة بالبندق، آيس كريم فانيليا، صوص شوكولاتة أو كراميل، موز هنقطعه طرنشات، ونقول الوصفة. هنجيب عجينة السبرينج رولز ونحط عليها الشوكولاتة، نقطع معاها الموز ونبدأ في لفها ونقفلها بخلة السنان. هنجيب طاسة ونحط فيها زيت ونقلي السبرينج رولز بتاعنا ونقدمه مع رشة سكر بودرة ونعناع للتزيين وآيس كريم في الجنب. يلا نطلع فاصل نسمع أغنية ونرجع مع طريقة الشركسية. لو أعرف كده من الأول اللي هيجرى
وصفة سهلة مع نورة السادات على انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي. ورجعنا لكم مع طريقة الشركزية ونقول المقادير: 4 شرايح توست، كوبايتين لبن، نص كيلو عين جمل، مرقة فراخ، رز أبيض مستوي كويس قوي بشوربة الفراخ، فرخة مسلوقة هنقطعها 4 أرباع، طماطمتين مضروبين في الخلاط، ملح وفلفل، 4 حبات ثوم مفروم، كزبرة جافة، كمون وكزبرة خضرة مفرومة، بقدونس مفروم، زيت ذرة، زيت زيتون. ونقول طريقة التحضير: الفرخة المسلوقة هنتبلها بالطماطم المعصورة والثوم والملح والفلفل وفي صينية فرن وندخلها ونحط عليها شوية زيت زيتون وتتحمر حلو جدا في الفرن. عندنا طريقة تحضير صوص الشركسية: هننقع التوست في اللبن لحد ما يتشرب اللبن خالص، هناخد التوست ونفرمه في الخلاط مع العين الجمل، هنجيب حلة على النار فيها شوية زيت ونحط الخليط اللي احنا فرمناه، هنضيف مرقة الفراخ لحد الكثافة اللي احنا عايزينها، هنحط في طاسة تانية شوية زيت معاها الثوم المفروم والكزبرة الناشفة والكمون ونقوم حاطينه على الصوص. في طاسة تانية هنجيب شوية زيت معاهم ثوم مفروم، كزبرة ناشفة وكمون ونقوم مشوحينهم ونحطها على الشركسية ونقلبها كويس قوي، نظبط الملح والفلفل. هنقدم الشركسية مع الرز محطوط عليها الفراخ اللي احنا محمرينها في الفرن وفي النص بولة الشركسية. يلا نطلع فاصل ونرجع نشوف نصيحة النهاردة. كل مكان
ورجعنا لكم بنصيحة النهاردة. ساعات بنحس بغمامان النفس، هنعمل ايه؟ هنبشر تفاح مع معلقة عسل ابيض وناكله، او شاي بالجنزبيل او المخلل، واخر حاجة النعناع نمضغه، هيفرق جدا معانا. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. كل سنة وانتوا طيبين. نورة السادات.